الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا درسا مهما جدا، وهو درس القوة من دروس الهجرة. هو ليه هاجر سرا صلى الله عليه وسلم؟ فقط علشان الضعفاء اللي هيهاجروا في السر، فما يجدوش في نفسهم الحرج، ويعني ان هم مسافرين كده خفية وبتاع. لكن يجي واحد زي سيدنا عمر ويقف في وسط الحرم بالنهار وصوته بأعلى صوته ويقول: من أراد أن تثقله أمه أو ترمل زوجه أو ييتم ولده فليلقني خلف هذا الحرم. ليه قال كده؟ إنه قوي. القوة في الدين ده عايزنا أقوياء لسببين. السبب الأول إن القوة استقلال، أنا لما أبقى قوي أقدر أعمل اللي أنا عايزه، وبعدين يجي بقى التهذيب والدين وكذا يهذب سلوكي. بس المهم ان انا لما يهذب سلوكي واحب اعبد ربنا واعمل خير، ما لاقيش واحد فوق راسي يقول لي لا. الحاجة التانية انه المسلم حين يكون قويا سيرحم. انه خلي بالك انت ما تضمنش، خلي القوة معاك عشان انت هتستخدمها على منهج ربنا. فنلاقي سيدنا عمر يهاجر في وضح النهار، وسيدنا حمزة يشج رأس أبي جهل ويقول له: كيف تسب محمدا وأنا بديني، وهكذا. فمن دروس الهجرة الكبيرة جدا استخدام القوة العاقلة والممنهجة والمنظمة، الإعداد والتخطيط لكل خطوة. الحاجة المهمة قوي من دروس الهجرة انه ما تقفش كتير قدام الابواب المغلقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى بكل ما اوتي 13 سنة في مكة. لما اشتد الامر واشتد التعذيب امر بالهجرة الى المدينة. اذا الباب المقفول ما تقفش قدامه كتير، ولكن حاول ويعني ما تخليش في جهدك جهد، لكن لما تلاقي الدنيا مقفولة روح لباب تاني هتلاقي الخير. رقم واحد. رقم اتنين، انت مع انسان في علاقاتك مثلا لقيته دلوقتي مش قابل منك كلمة، استنى شوية وارجع له تاني، ما تقعدش في نفس الوقت كده تلح عليه، لكن خليه يهدى وبعدين ارجع له. لأن النبي عليه السلام ترك مكة وراح المدينة، ولما راح يثرب اللي هي ما كانش اسمها المدينة المنورة ولم تنور إلا به صلى الله عليه وسلم، جعل الله له فيها ضعفي ما جعل في مكة، كما دعا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. فإذا وعندنا واحد شاعر جاهلي من كبار الشعراء اسمه الشنفرة. الشنفرة يقول بيت جميل قوي، أنا بعتبره قاعدة في الحياة. يقول: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متنقل. هو يعني الكريم لا يصبر على الضيم ولا على الظلم. الأرض واسعة، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى إذن الهجرة تعد منهج حياة لكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، باعتبار طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب الهجرة وقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فيبقى النوع الثاني من الهجرة، وهو هجرة الذنوب وهجرة المعاصي وهجرة العصبية وهجرة القبلية وهجرة التنازع، هجرة كل شيء. إن ربنا سبحانه وتعالى ما جعل لي يعني جعل لكل باب في الحرام بابا في الحلال. يعني أي حاجة أنت محتاجها أو استحسنتها أو لقيت ليها طعم في الحرام هتلاقي ليها بديل أحسن منها في الحلال. فمن يهاجر هذا إلى هذا فهو المفلح.